مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف نائب رئيس مجلس النواب سابقا الأستاذ إلي فرزلي، ومعه سوف نتطرق إلى الملفات الآتية. إيران تتوعد برد فعل عنيف ضد إسرائيل، فلماذا لا ترد إيران مباشرة دون استخدام حزب الله؟ ألا يساهم الإعلان عن الخطة الأمنية مسبقاً بفرار المسلحين وليس القبض عليهم؟ هل الحوار التاريخي بين عون وجعجع سيعيد القانون الأرثوذكسي إلى الواجهة؟ دكتور الرئيس، أهلا بك. أهلا فيك. هلا يا هلا. لنبدأ من التهديدات والتوقع والحاجة إلى الرد، ولا يمكن لحزب الله إلا أن يرد، عدة مشاعر وقلق وتوقع مما ستكون عليه ردة حزب الله، رد فعل حزب الله. هل تعتقد أن حزب الله أيضا ليس بإمكانه إلا أن يرد؟ أنا أعتقد أنه مسألة الرد أو عدمه هي جزء من حرب طويلة صار عمرها 30 سنة، وبالتالي مستمرة طالما أن دور إسرائيل في المنطقة لا يزال دور الدولة والكيان الغاصب والمعتدي. وبالتالي لا يخفى على أحد أنه نحن في معسكرين بالمنطقة واضحين، معسكر المقاومة والممانعة ومعسكر آخر تتزعم إسرائيل بشكل واضح، وتريد إسرائيل أن تدخل على اللعبة في سوريا اليوم لكي تساوي تركيا في عملية الحصة عبر الجولان كما تركيا عبر شمال حلب، أو بالمناطق فتح حدود للقوى المعنية بالصراع. هي إسرائيل أيضا اليوم تريد أن تلعب هذا الدور، وشكل من أشكال لعب هذا الدور كان هو دعم القوى المسلحة التي كانت تعمل على الأرض السورية. اليوم حاولت إسرائيل أن تمنع قيام جبهة شبيهة لجبهة الجنوب في الجولان، حاولت أن تعطل ما يسمى التقارب الإيراني الأمريكي المحتمل، أو أن ترفع سقف سعره في لعبة الاتفاق الحاصل. وبالتالي كان هذا رد، أصيب من أصيب، وبالتالي ردة الفعل التي هي حتمية، قد تأخذ شكل أمني وعسكري، وقد يكون بأخذ المكاسب السياسية التي توازي أي عمل عسكري قد يقوم. دول تسمح لي بس حضرتك، مسألة أنا رأيي السؤال بحد ذاته سؤال لا يخدم الهدف. إذا كان المقصود أنه حزب الله هل سيرد؟ حتما سيرد، بس مسألة الرد كيف ومتى ولماذا وأين وكذا، من أين؟ هذا الأهم. أنا لا أعتقد أنه من لبنان. أنا شخصيا ورأيي قابل للنقاش، أنا لا أعتقد أن لبنان هو جزء من ساحات الرد الحزبالاوي المفترض أن يكون. اسمح لي دكتور الرئيس أسألك سؤال، هل يمكن أن يفهم المشاهد من كلامك عندما تتكلم عن وجود معسكرين أن كل من لا يناصر نظام الرئيس بشار الأسد ونظام المرشد الأعلى في إيران هو في المعسكر الإسرائيلي؟ استنتاج خاطئ. حضرتك قلت في معسكر الممانعة والمقاومة. مسألة مش مسألة بعمل توصيف. نعم. والناس مش مع. إذا أنت مش مقصود الناس، مش هؤلاء المطروحين. إذا أنت مراسل جريدة أجنبية لا علاقة لك لا بهذا ولا بذاك، وأبتوصف الصراع القائم، ألم تقف كونداليزا رايس في وقت من الأوقات وتقول إن هناك جبهة تمتد من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى تلال هضاب آسيا الوسطى؟ لم تسأل أندليزا رايت في ذلك الحين من يقف إلى هذا، إذا كان يقف يكون يؤيد أو لا يؤيد. القصة مش مطروحة أبدا. بس حضرتك قلت مطروح أنه إسرائيل دخلت على المعادلة بشكل واضح، كانت فقبل متسترة وراء قوى أخرى، واضح تأييدها، دعم اللوجستي واضح، احتضانها واضح، تطبيبها واضح واضح واضح، دخلت بشكل علني لتعلن
أن هي صاحبة المبادرة العسكرية على الأرض. نعم يعني هي اللي أعلنت، مش أنا اللي بحاول استنتج، أنا أبوصف. لا سألت أنه في فريقين، في معسكرين كبار. طيب والبقية أساس اللعبة، والبقية ما في بقية، بقية كومبارس، ما في كومبارس بيخدموا المصلحة، يعني بيخدموا المصلحة إما بالرأي أو بالقول أو بالصرخة أو بالمال أو بالتأييد أو بالعسكر أو بخلق حالة عدم الاستقرار أو أو أو. والمعركة تمتد مش من هون، معركة على الساحة اللبنانية والسورية، هاي معركة ممتدة حتى آخر الدنيا، واضحة الصراحة. بس ما بنقد كلام هيدا حضرتك ما تفضلت وقلت به وكنت معتبر أنه تستشرف عندما رأيت أن المنطقة مقبلة على صراع سني شيعي. طبعا، واستخدم غايته، خلص غدر. أنا رأيي ما خلص، إنما رسمت حدوده. نعم، بس عندما تقول رسمت الحدود. نعم، بس عندما تقول حضرتك استثنوني. نعم، عندما أقول رسمت الحدود، نعم، يعني خد لننزل على المايكرو أحسن ما نضل بالماكرو، هيك بتتوضح لك الفكرة تماما. خو بلد مثل العراق عندما سمح لمن سمح له أن يحقق ما حقق من دولة إسلامية في بلاد الشام والعراق، وصلت لحدود بغداد وقالوا ستوب. بلبنان حدود الصراع السني الشيعي رسم بالجغرافيا وبالديمغرافيا، ما عادش في أفق لهذا الصراع، لأنه لا عند الشيعة في نوايا أو قدرة يحتلوا الآخرين، ولا الآخرين عندهم نوايا أو قدرة يحتلوا الفريق الأول، وبالتالي الحدود بتترسم بين هذين الفريقين. اليوم المعركة بامتياز أخذت أولوية واضحة اسمها الإرهاب أو ضد الإرهاب. الإرهاب في جبهة إرهابية قائمة، وفي تحالف دولي الناس متحالفة مع بعضها من مواقع متناقضة. بس يصعب القول أن هناك ثلاثة أفرقاء، السني والشيعي والإسرائيلي، يعني حتىك مش سني وشيعي. قلت لك السني والشيعي رسمت حدوده، قوانين اللعبة بالمنطقة تغيرت، وأكبر دليل أنها تغيرت أنه دخلت إسرائيل بشكل مباشر وعلني على الصراع، إذا من خلال استهداف. طبعا دخلت علنا على الصراع. شو بدي مين استهدفت؟ لو استهدفت قديس من القديسين، دخلت هي على الصراع مباشرة ووقعت بإمضاء على فتح معركة واضحة ومباشرة هي مع أطراف معينة. اليوم بتحاول تتنصل أقله من قصة إيران. يعني هل يمكن أن يصدع ما تتفضل به أنه بما أنه اليوم تأجج من جديد الصراع العربي الإسرائيلي أو ما سميته قوى الممانعة وإسرائيل، يعني ذلك أن الجبهات الأخرى ستبرد؟ لا مش هتبرد، ما هو يبقى تشوف الجبهات الأخرى لمصلحة مين عم تشتغل؟ ما هي شو غايتك يعني؟ يعني كل من يناهض حالة عدم الاستقرار مش يناقض، ما ترجع للقصة الأولى، ده مش هي ذاتها يعني. لا لا لا، يعني كل من يضرب يخدم إسرائيل. فإذا كل من يضرب داعش مين عم يخدم؟ النظام. النظام كيف الاستنتاجات؟ طبيعي لا مش طبيعي، لا مش طبيعي، لا مش طبيعي أبدا. في حالة إرهابية إذا ضربتها مين بيستفيد؟ الاستفادة قد تكون أطراف عديدة في العالم. واقعيا دولة رئيس النظام مستفيد كان في انتصاراته وتقدمه الميداني على الأرض قبل تشكل التحالف. نعم، بس عندما تقتل أو تدمر المدمرات الطائرة أحد المستفيدين، ما حدا بيستفيد، ما بيستفيد النظام. أحد المستفيدين بيكون النظام طبعا، في تناقضات الأخصام بيستفيد وترتد إجابة له. وهؤلاء اللي عم بيدمروا داعش وعم يستفيد منه النظام هن حلفاء إسرائيل. خليني ما بيطلع بحسب الواحد أنه إسرائيل مع النظام في مصلحة مشتركة. أرسطوطل يوناني، إذا دارس فيلسوفي في كورس اسمه 211 بالأيوبي بالفرنساوي، أرسطوطل يوناني. نعم، وإنسان أرسطوطل إنسان، فإذا كل إنسان يوناني أرسطوطل. شو الحكي ده؟ اللي شو بدك، شو بدك تعرف على المضبوط، شو غايتك، شو مرميك بالسؤال لحتى جاوبك بصراحة. بس بكل بساطة حضرتك أنا عم بتسأل على اللي تفضلت فيه حضرتك. إيه قلت إنه في إسرائيل وفي ممانعة والبقية. مين البقية؟ القوى التي تقاتل النظام و
القوى السنية الأخرى يلي منها ماشية لا مع داعش ولا مع النظام، مش فريق بقى بشكله فريق. انت بتعتقد مش ماشي مع داعش ولا النظام؟ يعني عمليا هودي داعش والقوى كلها هاي يعني وصلت على العراق، نزلت من السماء إلى الأرض، أما فاتت ضمن حدود هيدي القوى اللي تمولت تمولت مني ومنك أو من حدا من السماء؟ لا معلش، خلينا نرجع نحط المنطق ونعقله. اليوم إسرائيل فاتت على الخط، فوتي مباشرة جبرت قوى عديدة تاخد مواقف لأنه إسرائيل فاتت على الخط. هذا الصراع هو طب حقيقة الصراع من الأساس قبل ما تتوزع المنطقة بحالة عدم الاستقرار وتغرق. حقيقة الصراع أنه كان في شيء إسرائيل وشيء أبي قاومه إسرائيل، هذا حقيقة الصراع. شو بدنا بالجلجلة كله قائم بالمنطقة؟ هذا الصراع تلبس لباس شعارات بعضها محق بعضها غير محق. أنا ما أبناقش بمسألة أنه ديكتاتورية وديمقراطية وغرب وشرق، لا، أنا أبناقش بمسألة في كيان غاصب بالمنطقة مزروع وفي مشروع استعماري توسعي مستمر رافض السلام بكل أشكاله، وهذا شيء بيثبت يوميا، وبالتالي في قوى بتقاوم هذا الموضوع. طيب، صدر الصراع بعد حرب لبنان إلى قلب العالم العربي فوضى وصراعات تحت عناوين مختلفة. صدر؟ طبعاً طبعاً. ليش بده يتصدر؟ لن بيّن أنه صدر. إحنا إذا بعدك لحد هلأ ما شفتش أنه صدر، أنه هيدا الاستنفار الدولي كله. خلينا نتذكر اللي بيشوف نظام ديكتاتوري هون وما بيشوف نظام ديكتاتوري هون، مش معناتها بيصدر. طب خليني اسالك، يعني عندما قاوم اللبنانيون المسيحيون بالتحديد الهيمنة السورية على لبنان، يعني كمان كانوا عم بيخدموا اسرائيل؟ ليش؟ منين استنتج؟ هي ذاته منين استنتج؟ نحن كان بدنا حرية وديمقراطية. أبداً 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 ما هي ذاته، والسوريون يريدون حرية وديمقراطية. بتحاول لك شو بتحاول تعمل أنت؟ بتحاول تهرب من توصيف الوضع القائم لتبقي الغموض على الوضع الذي كان، لأنه إلك غاية في نفس يعقوب. أنا أقول لك التالي، أقول لك إسرائيل هل قصفت وضربت وقتلت واعتدت على سيادة دولة أخرى؟ إن كانت معها أو ضدها، كنت النظام معك أو ضدك؟ لا، السؤال هو حول عم بسألك سؤال جاوبني عليه. أنا بسأل، لا ما أنا ما بجاوب. لا، وانا بعطيك الجواب، ما لك حق لك تناقشني. ما لي حق اسال؟ لا، ساعتها ببطل لك حق تناقشني. ما انا عم بسالك، ما السؤال هو جواب. هل اسرائيل سوريا دوله ذات حدود معروفه او لا؟ طبعا دخلت طائرات اسرائيليه وقصفت بصرف النظر من استهدفت، لو استهدفت اعدائك. ها؟ طبعا هي اعتداء على عمل على السيد. طبعا نقطة على السطح. طيب بس هذا ينفي انه في طرف ثالث بالمنطقة؟ ما حدا بيقول هذا السؤال، ما حدا بيقول ما فيش. خليني اسالك سؤال اخر، مستفيدة او غير مستفيدة، ولكن بقول موجودة حتى ربما ناس بدها تقاوم اسرائيل بطريقة مختلفة غير عن طريقة سميلي الطريقة الاخرى اياها. كل الناس مثلا، كل الناس اللي بدهم ما بدهم يعني سميلي مثلا كل من ليس نظام، سميلي مثلا والمحور الممانعة، سميلي الطريقة المختلفة. كيف في ناس بيعتبروا المقاومة السلمية؟ طيب أوكي. في ناس بيعتبروا أمور أخرى. فلسطينية معتبرينا هيك وشايف بعينك مش موجودين؟ على كل حال شر. دكتور الرئيس، قبل ما أجي أسألك عن الرد الفعل المتوقع من حزب الله، شفنا أنه موقف إيراني متكرر بالأيام الماضية، حزب الله سيرد وستزلزل و يعني مثل كأنه أمر العمليات غير موجود في لبنان. ليش عم تقول لبنان؟ ساعة البردك تعتبر حزب الله إيراني وساعة البردك تعتبره مش إيران؟ لا، هو شو؟ ما شو قلت بلشت حديثي أنا؟ قلت في محور ممانعة، في محور خلص المحور واحد، محور واحد واحد. طيب واللبنانيين الآخرين شو بهم؟ ما عندهم رأي ولا كمان إذا ما عندهم رأي شو بيكون رأيهم؟ رأيهم أبي يتمنوا أن يبقى لبنان بعيدا عن هذا الصراع. طيب أنا جاوبتك وبلشت حديثي،
وبالتالي ما كنتش لازم تسأل كل الأسئلة. لا أعتقد أن الرد من لبنان، وأعتقد أن الساحة السورية هي ستكون الساحة المعنية بها. تحليل ولا معلومات؟ لا طبعا أنا ما بشتغل بالمعلومات، أنا محلل. الصحفيين بيشتغلوا بالمعلومات. لا والأصدقاء يعني ما عندك صداقات؟ لا ما عندي صداقات حدا. صداقات سياسية؟ أبدا. يعني فيما لو فيما لو أقدم حزب الله على عمل من لبنان، هل تعتبر هذا أمر مسيء؟ حسب ظروف كل عمل له ظروفه. يخدم مصلحة لبنان. شوف إذا كان من شبعك فرشوبة اللي هي منطقة صيحة مبيحة ومتاحة للصراع، مفتوحة. المنطقة الخاضعة لل 1701 هي منطقة مش أن تخضع لقوانين مش خاضعة لقوانين الصراع المفتوح، وبالتالي في انضباط مثالي لحد هلا، مثالي. ولم يستطع أحد أن ينضبط بمستوى هذا الانضباط، بل إسرائيل حاولت مرارا تكرارا أن يعني تنكث بهذا الـ 1701. دكتور رئيس خلينا نروح على موضوع تاني. لا بتضحك. ماشي عن شان شرف. تعال بدنا نسأل أسئلة. شو لا شرف. بدك أسألك شو بتحب لا تقول؟ لا حقك حقك. محاور مثلك بالعكس عنده قدرة ما راح يقبل أسئلة أقل من هيك. أنا بكل سرور بسأل. أنا اللي بيهمني فقط إنه الصورة بالمنطقة ككل تكون واضحة. وقت صرخت وقلت احذروا الفتنة السنية الشيعية، كنت تعرف من شو منطلق؟ أنا ما كنت منطلق من معلومات من 2005، أنا كنت منطلق أنه مصلحة إسرائيل هي إشعال هذه الفتنة. لذلك قائد المعسكر الآخر كائن من كان هذا المعسكر، ما عم بحكي ما كانش فيه لا ربيع عربي ولا غير ربيع عربي، عم بحكي سنة 2005. قائد هذا المحور، تصدير الصراعات للدول العربية، تدمير الدول العربية من داخلها، هي مصلحة إسرائيلية بامتياز. ما قال كيسنجر ب 28 حزيران سنة 2011 هو المعبر الحقيقي عن الواقع كله. قال لم يبقى أمامنا إلا الاستمرار في عملية تدمير سوريا، تدمير العراق، تدمير الدول العربية. هذا العقل الصهيوني يريد أن يدمر هذه المنطقة، ولبنان هو على رأس الأولويات، وسبق ودمره واستطاع أن يقضي على جزء كبير من دوره الاستثنائي في المنطقة للبنان، واستطاع أن يستأصل الوجود المسيحي من الشرق اللي هو كان بترول تماما كالبترول الموجود في الصحراء، واستطاع أيضا أن يدمر لبنان بدوره المشرق الكبير كسويسرا الشرق. وين دمروا؟ كله دمروا لبنان من 1975 لليوم ما دمروا. هاي له كل اللي كله صار إسرائيل عملته هيدا؟ ما عملنا شيء لبنان كلبنانية؟ نحن ارتكبنا مش أمنيك، ما تغرق بالتفاصيل، أم بحكي على أساس قرار الكبير للمؤامرة. وين اليوم أنت شو بتشهد على مستوى العالم يا أستاذ طوني؟ أنت مبارح هاي شارلي إبدو رسوم كاريكاتورية تتعمد الشتيمة بحق الرسول الأقرب، تتعمد الشتيمة بحق السيد المسيح له المجد، تتعمد الشتيمة بحق السيدة مريم العذراء، تعمد كما قال أحد كاريكاتوريست كاريكاتوريست الجارديان، ومثل ما قال صاحب الحبر الأعظم قداسة البابا، هذا الموضوع جزء من صراع يفتعل على المستوى العالمي لإشعال بين شرق بأكثرية إسلامية وغرب بأكثرية مسيحية. شو بيطلع لك واحد قسيس مش معروف قرع البي ومنين بآخر الدنيا قال بده يخزق القرآن الكريم، وإس فجأة بتحضر وسائل الإعلام، وأنت بتعرف كيف بتحضر وسائل الإعلام، وبتعرف بأي إعازة بتجي وسائل الإعلام لهيك أحداث تافهة سخيفة في مكان ما بالدنيا، بتحضر وبتعممها بتصفي هي الحدث الأبرز في العالم، حرق القرآن الكريم. تجي واحد طلع واحد بالسلايد مش معروف منه قال عمر كاريكاتير على الرسول الأقرب، وإذ فجأة بتصفي هي قضية القضايا بالدنمارك. بالدنمارك شو هاي غايتها؟ غايتها حث الآخر كائنا من كان بغجره وبجره بعقلانيه وبمتطرفه لردات الفعل، وكلها بتتصرف تتذكر غزوة الأشرفية والأحداث بباكستان والأحداث بالمنطقة والمظاهرات اللي صارت كلها لحتى يبلوا ايدهم.
هذا هو العقل المتآمر لا بيخطط للمنطقة. نعم دكتور رئيس بس فيني. هذا العقل المتآمر في العالم الدائر اللي بالأمس دعا نتنياهو خلافا لإرادة رئيس جمهورية أمريكا واللي جبر الرئيس أوباما يوبخ الكونغرس على هذه الدعوة نتيجة سيطرته هو بطيران جبر يتدخل لحتى يخفف من موازين القوى التي أخذت تنقلب باتجاه أو بآخر. لذلك هذا الموضوع نحن ما بيهمنا الاصطفافات المحلية مع النظام ضد النظام مع الديمقراطية ضد الديمقراطية ما بحكي عن هاي القصة مع أصحاب المطالب المحقة وهناك أصحاب مطالب محقة ولا يمكن إلا أن نكون إلى جانبهم في هذا الموقع أو ذات وبين أصحاب مطالب غير محقة لا مسألة تدمير هذه الأمة سحقة محقة وبالتالي إخراجها من دائرة الحسابات الدولية لتأسيس نظام إقليمي جديد قادم على المنطقة لبحال. نعم بس ليه دوت الرئيس في أمرين يعني الفكرة المؤامرة بتعرف بامتياز بامتياز واحد اللي يحورني بهالموضوع أنا أعمل ندوة ساعة البدك جمع البشر كله لبرهن لك أنه فكرة المؤامرة بارح عم بقرأ قول للرئيس روزفلت قول مهم من أهم رؤساء أمريكا في العالم جاي يقول لك حرفيا أن أنا لا أؤمن بالمصادفات كل ما يحدث هو صنيعة السياسة هذا التخطيط طبعا شو الناس قاعدة بلا شغل مثلنا ناس قاعدة أو أجهزة أو بتخطط في العالم وبتشتغل منذ فجر البشرية حتى اليوم بس دوت الرئيس يعني عندما تقول أنه في ناس عندها مطالب محقة لا تستثمر الظروف هذه المؤامرة بدها تستند على واقع موضوعي مثلا تستثمر الظرف القائم فيك تفسر لي لو استجاب النظام السوري فعليا للدعوات المعارضة المحقة وأقنعها كيف كانت إسرائيل استفادت من هذا النزاع أول شيء الإسرائيل بتعرف وأنا بعرف وأنت بتعرف أنه الخلاف ببلد ما بين وجهتي نظر لا يمكن الاستجابة لبعضهما البعض بسهولة هذا أمر بيعرفوا أنه الكماش قائم بين السلطة وأخصامها في كل دنيا العالم سميلي وين مين اللي استجاب في هالدنيا سميلي بأي معنى للمطالب المحقة كل دول الديمقراطية أي ديمقراطية كل دول بأوروبا وبتحكي عن أوروبا هلا وعن أمريكا شو ناقص عم نحكي عن هذا الشرق وعن العالم التاني شو ناقص لو استجاب بهيدي عملية شو عملية المطالبة بإصلاحات معينة لو دعي لديمقراطية كيف فاتت إسرائيل هلا بنرجع نحكي بالقصة ذاتها وأنت بتعرف أنه هلا هذا التهيئة كلها بسوريا كانت كرمال المطالب استجابت على البيت 8 اللي لغاها هؤلاء هلا هاي بصفت بسوريا هاي القصة السوريين بطلوا مقتنعين بهالكلام اللي بتحكيه نفس السوريين بطلوا مقتنعين هذا هاي ثم مني اروح احكي معه بتسمعوا شو بيقول انا مني بصدد الدفاع عن احد ولا بدي اقعد بموقع الدفاع عن هذا او ذاك ما لي علاقة انا اللي بقوله بشكل واضح ان العقل التآمري في العالم يريد تدمير هذه المنطقة خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني نرجع بعده بنحكي كلمة سريعة عن الخطة الأمنية وبنحكي عن الحوار بين الجنرال ميشيل عون والدكتور سمير جعجع وانعكاسه على المعادلة اللبنانية في ظل الحوار الدائر مع حزب الله بين حزب الله وتيار المستقبل مشاهدي ام تي في محطة وجيزة ونعود نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا نائب رئيس مجلس النواب سابقا استاذ علي في كلام اليوم كان لافت بالجرايد صحيفه النهار تقول الخطه الامنيه في البقاع وانت معني في البقاع متواضعه وبكاتم صوت قال كمان وتنقل الجمهوريه عن مصدر امني انه بعد ما بلش وقت الخطه الامنيه أنا ما إلي علاقة لا بقول النهار ولا بقول الجمهورية لأنه أنا مني أنا أنت بالبقاع لمست خطة أمنية بالبقاع أنا بأخذ موقف حكومتي المعنية بتنفيذ الخطة الأمنية شو الأهداف من وراها شو السقف تبعها شو الغاية من وراها
وبالتالي بقيمها وبالتزم فيها على ضوء شو حكومتي بتقلي إذا تحققت أهدافها أو لا. إذا أنا كاتب أو صحافي وعندي طموحات معينة لخطة أمنية معينة هي دون السقف اللي حطته الحكومة، أعلى من السقف اللي حطته الحكومة، طبعا بطلع بفكرة إنه الخطة الأمنية متواضعة. هلأ إذا كانت النتائج المترتبة على الخطة حققت غايتها بالنسبة للحكومة كما رسمتها ما بتكونش متواضعة. شو رأيك؟ لذلك وأنت مواطن رأيي مسؤول في البقاع، أنا رأيي مجرد القول بظل الظروف الأمنية القائمة، الاستقرار الذي تشهد المنطقة هو استقرار نسبيا لا بأس به، والمطلوب أن نزيده وأن يتطور ويتعمق بخطة أمنية كما شاءته الحكومة، وأنا برأيي بتمشي بالطريق اللي رسمته، لا عقبات على الإطلاق في 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 تحفيز هذا الهدف، وعلينا نحن كمواطنين أن ندعم الخطة الأمنية للحكومة كما تراها مناسبة. خلينا نفوت بموضوع شائك بهمنا رأيك فيه، موضوع الحوار الدائر بين رئيس القوات ورئيس التيار الوطني الحر. والرئيس بري قال أنه هو أحد نتائج الحوار الدائر بين المستقبل وحزب الله، هل توافق الرئيس بري؟ إيه طبعا، يعني هو بصرف النظر عن حرفية التصريح، المقصود هو الوجه الآخر لحوار حزب الله والمستقبل. طبعا ما شايف أنه كان نتيجة خشية من تحالف رباعي جديد؟ لا 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 أطلاقا، لأنه الحوار بلش قبل بدء الحوار بين حزب الله وطيار المستقبل، مش كان عم ينحكى فيه من زمان هداك؟ أنا أؤكد أنه الحوار بلش، ولأنه كان عم ينحكى فيه على جمعة من زمان، هذا دليل أنه الطبخ والتحييك هو دافع الأمور باتجاه تكامل الصورة التوافقية، تكامل الصورة التوافقية مثل ما تطلب تهيئة بنود جدول الأعمال والاتفاق على بعض مضامينه ومشاركة دائرة واسعة من السياسيين فيه ابتداء بوليد بيك جنبلاط وبرعاية كريمة من دولة الرئيس نبي بري، كذلك في الطرف الآخر تطلب اتصالات عديدة من جملتها كان الحوار الذي جرى بين العماد عون وطيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، هو حوار الذي نشهد اليوم هو نتيجة من نتائجه. ليه؟ لأنه كان في ثلاث بنود مطلوب أن يناقشها الحوار بين العماد عون والرئيس الحريري: تأليف حكومة، انتخاب رئيس جمهورية، قانون انتخاب جديد. أثمرت هذه المفاوضات تأليف حكومة، وقت انتقلوا للمرحلة الثانية لانتخاب رئيس ما بيقدروا يقولوا اتفقنا على الرئيس ويبلغوا العالم، بدهم يهيئوا الأجواء والمعطيات الذي عبر عنها دولة الرئيس حريري بشكل واضح. عندما نسب تعليق المفاوضات أو الاتصالات الجارية بعد موقف موحى لسمو الأمير سعود الفيصل، وقف سعد الحريري وقال بالفم الملأ إن نحن لا نستطيع أن نبت بمسألة الرئاسة دون أن يذهب العماد عون ويفاوض شركائنا المسيحيين. فإذن هذا الحوار هون هو نتيجة هذا الحوار، رسم خريطة الطريق فكان هذا الحوار، واللي على أثره من مستلزماته أيضا ذهاب الدكتور جعجع إلى السعودية، تأمين كل الأجواء الملائمة لعودته بتسخيم لفكرة الحوار بينه وبين العماد عون. لذلك هذا الحوار هو صحيح، هو الوجه الآخر لعملة الحوار اللي على الصفحة الأخرى فيها حوار حزب الله وطيار. دكتور الرئيس، جرى تسريب العديد من البنود التي يتطرق إلى هذا الحوار من المشاركة المسيحية بالدولة إلخ فيما هيدي مثلا، يعني حكى عن أنه الوظائف العامة، قانون الانتخاب، تتذكر منطقية أنا ما عندي معلومات، بس بالاستنتاج بقول لك أكيد لازم تكون وين. طيب بس حضرتك ما بتعتقد أنه هذه الملفات هي ملفات سنوية بحوار مثل هذا الحوار يلي مفترض أنه هذه البنود بالأساس تكون موضع سهل التوافق حولها فيما المطلوب؟ شو التوافق الحوار حول شو؟ فيما التوافق الأساسي يلي معروف أنه جنرال عون قال إذا ما عنده استعداد ينتخبني
ما في لزوم للحوار. أنا بعتقد أنه هاي جزء من الأمور الواضحة يعني، وهي هي نتيجة مش منطلق، ولكن قال الرئيس العماد عون قبل ما يقول هاي، قال المهم الاتفاق على الجمهورية. نعم. وقال له للفرنساوي بس إجا بس حكيه وفتح له سيرة الرئاسة، قال له ليش أتحكيني بالرئاسة، خليني أحكي أنا وياك بالجمهورية. طيب. في كذا 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 كذا. طيب. عرض الأمور وكان يعني شعر بتهيب أمام هذا الكلام. إذا تسمح تحليلك الصريح، هل تعتقد أن ما يجري هو الاتفاق على ثمن الموافقة على انتخاب العماد ميشيل عون؟ شو الثمن يعني؟ يعني أنه مفاوضات حول ماذا ستكون عليه حال بعد الانتخاب. خليني يكون واضح، عندما يتم الاتفاق على كل القضايا المبدئية والأساسية مثل ما تشرفت وقلت حضرتك أنه ابتداء بمسألة تحديد مفهوم الرئيس شو، وقانون الانتخابات مواصفاته شو، والمسائل الأخرى المتعلقة بالإدارة ودور المسيحيين بالدولة، والمسألة النظرة للنظام والاقتصاد والرأسمال و و و و لأنه ملفات كتير مطروحة كما استنتجت من التصريح، أنا لا أملك معلومات. عندما يتم لا شك أنه تحديد العلاقة بين الرجلين، نحن نطالب بأن يكون هناك توزيع عادل وحقيقي للعلاقة على مستوى الشراكة التي يجب أن تدوم. أنا ليش بتطلع أنا بلاقي في شراكة بين حركة أمل وحزب الله بالرغم من كل ممر تاريخيا بيناتهم، إيه؟ أنا بشعر بغصة، ليش ما بيقدروش يعملوا شراكة الدكتور جعجع والعماد عون في الجانب المسيحي؟ لا، شو السبب؟ شو السبب برأيك؟ ما في سبب شيء، يجب أن يذهبوا بهذا الاتجاه لأنها إرادة المسيحيين في لبنان. أي تلكع عن تحقيق هذا الهدف ستعتبر جريمة ارتكبت بهذا المجتمع، وسيتحملون إلى الأبد إلى الأبد مسؤولية انتهاء الوجود المسيحي والدور المسيحي وبالتالي الوجود المسيحي في حال ما اتفقوا، في حال وخصوصا الذي يتحمل مسؤولية عدم الاتفاق، وخصوصا الذي يتحمل مسؤولية عدم الاتفاق. من يتحمل مسؤولية عدم الاتفاق؟ ما بقدرش هلا بقول لك، اسألني بعدين. تأكد تماما بقول لك اسمه بشكل واضح ولا لبس فيه ولا ابهام، يعني اما يوافق الدكتور جعجع اطلاقا خطا هالكلام. شو لكن اطلاقا عنده خيار ثاني جنرال غير نفسه؟ لا مش غير نفسه، مش هو خياره غير نفسه. نعم. انا كمواطن بدي اسال نفسي اذا كانت مطروحه، اول شيء اتفقوا على الاولويات، اتفقوا على الجمهوريه برايك، اتفقوا على مبدا الشراكه، اذا اتفقوا على اثنين يجب ان يرى الدكتور جعجع اذا اختار عون انه اختار نفسه بعون. لا. والعكس صحيح، اليوم تنقل صحيفه والعكس صحيح، انت مش عم اقول لك مش مطروحه، ما تمر عليها، ما تمر علي دوله الرئيس، مجرد ان اقولها هي لسلامه البحث وموضوعيته. اذا يعني هذا شكليه، شكليه قد تبدو لك شكليه اليوم ولكن يمكن ما تبدو بعد ست سنوات. يعني عم بتاكد، اسمعني شو عم اقول لك، عم بتاكد ما نقلته صحيفه السفير اليوم. ما أنا بالاسرار انا ما خلي لك ما في خبر بجريدي لا اسمه سر بقره، ما بقره ما قالتها الكرام الصحفيين المحترمين بتعلم منه. قال رئيس الحزب المسيحي الابرز في 14 اذار امام حلقه ضيقه إنه بقرار الانفتاح على خصمه المسيحي بين مزدوجين إنما يراهن على أن يكون شريكا أساسيا في وراثته من خلال الانفتاح. إذا نجح التواتر في صناعة الاتفاق المسيحي ولم الشمل يستحق أن يكون له مثل هكذا طموح في حال واضح. نعم. لا هيدي برزها، برزها هاي ما تمرش عليها مرور الكرام. طيب أسألك سؤال لتبرزها أكثر أكثر بدك يعني في حال وافق الدكتور جعجع على انتخاب الجنرال عون وأعلن هذا الأمر والتزم فيه بتصويته بمجلس النواب ولم يتمكن من الحصول على الأكثرية يلي بتوصله رئيس، هل هذا يعني أن على العماد ميشيل عون أن يدعم ترشيح الدكتور سمير جعجع؟ ليش لا؟ هذا قصدته؟ ليش لا؟ ليش لا؟ شفت لو
ناضجي فكرة اليوم، أنا هلأ عم بحكي أنا شخصيا كمواطن، فكرة أن يكون الدكتور جعجع رئيسا ومأمن كل ظروف الإحاطة الشعبية القاعدية، كل مكونات المجتمع فايت معه بحوار مثل معامل العماد عون، كنت بقول لك هلأ ما بتفرق معي مين بيكون العماد عون أو الدكتور جعجع. إيه بس برأيك حضرتك إنه اليوم واضح الكلام، كلامك واضح. الدكتور جعجع إنه هذا منا ناضجي مسألة متن عليه ومع مكونات عديدة في المجتمع أساسية سواء كان طائفية أو سياسية. طيب ما يجعل يجب أن يستكمل هذه الصورة، وأنا برأيي المصالحة بينه وبين العماد عون وتنظيم عملية الشراكة تفتح له الباب واسعا أمام تحقيق هذا الهدف. دولة الرئيس بصفتك السياسي المخضرم يلي كلنا نتعلم منه، عفوا، برأيك ما يجعل الجنرال عون اليوم تروح ترشيحه للرئاسة هو ما تفضلت به من تحضير ميداني وأرضي وواقعي، ولا لا لا ولا قدرته على تعطيل الانتخابات بالتحالف مع حزب الله؟ في شيء قبل هو اثنين. شو هو؟ أنه يمثل الأكثرية الوافدة النيابية في الساحة المسيحية ومن المكون هيدي اليوم انطلق منه. اليوم إذا نزل على المجلس هي هي الحاسمة؟ طبعا مش هي الحاسمة. بنتبه كمان حضرتك رجل سياسي كمان. لا لا أني رجل سياسي أبقى. أنا بدي ثبت مبادئ بالمجتمع اللبناني. في مبدأ مسألة الاتيان برئيس كومنبو على لبنان مسيحي مستولد في كذا في هذا أو ذاك يطلعوا منه، لأنه هاي إنهاء للدور. في كما أن هناك رئيس مجلس يتمتع بكامل أوصاف الزعامة السياسية لطائفته، ورئيس وزراء يجب أن يكون متمتعا بكامل أوصاف لطائفته السنية، رئيس الجمهورية كي تكتمل الصورة التشاركية يجب أن يكون ممثلا للأكثرية. هذا ما اتفق عليه الدكتور جعجع تبي والرئيس عاون تبي واضح الاتفاق مش على الأسماء، على المبادئ. نعم دكتور رئيس، اتفقوا أن يكون الرئيس القوي بمعنى الرئيس الوازن في تمثيله لبيئته ومجتمعه. دكتور رئيس كان عندك هذا الموقف ب 98 عندما جرى انتخاب العماد أمين لحوش. أنا سعيد بهالكلام أنك ذكرته هذا الموضوع، وأنت ليش بتقوله؟ لأنك أنت كتبت مذكرات البطرقس فاير، وهي مذكورة في الأحاديث بيني وبين البطرقس فاير بهذا الموضوع، وأنت كتبها بكبازي المذكرة. هل كانت النتيجة عندما أوتي بالرئيس الذي أنا ذاك نعمل له كل التحضير؟ ما تكفي. لا طيب لا شو لا الفرق لك يعني؟ مش أنت عم تقول، ما كنتش عم تقول هذا شو بيثبت؟ انت كنت بيثبت انه مش نظرية ما يسمى الرئيس القوي لا لا هو الرئيس القادر على الاصلاح. بطلت تعتبر انه قانون الانتخاب المعمول على الارض هو قانون ينتج نواب لا علاقة لهم للرئيس به، وبطلت تقول في وصاية. بس مش هو اللي حطه للقانون؟ بطلت تقول في وصاية، هلأ نسيت انه كان في وصاية، نسيت انه كان في انتوكسيكاسيون، تسميم مبرمج أن ينعمل بالدولة بالمخابرات بالأجهزة اللبنانية لإنتاج واقع سياسي بالبلد خارج إطار ما كنت أطمع عليه من أن يعاد إنتاج الدور المسيحي في النظام السياسي أبدا. كان في وصاية إذا سوريا اللي أذيتنا يعني. لا مش سوريا، الزعمات السياسية اللبنانية التي كانت عن سابق إصرار وتصميم ما بدها دور، معتبرة في تفليسة مسيحية تريد أن توزع الذمم النيابية عليها، فذهبت إلى خنق الرئيس. هنا الرئيس، وأنا أعترف وأقول أنه أنا شو كان طموحي، نحن كنا أن آتي بيجي الرئيس لحود على أساس بفوتوا المسيحيين على الدولة، هو رئيس ابن جبل لبنان ابن المتنس بيلي ابن عائدي كريمي، هو بالمؤسسة الجيش اللي بيمثل الوجدان المسيحي العام، بيجي بفوت على الدولة، بفوتوا المسيحيين على الدولة فيعاد انتاج العلاقات السوية بين لبنان وسوريا. عمليا شو صار؟ اللي كانوا بالبوسطة نزلوا من البوسطة وطلعوا. خلينا نأتي إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا وهي فقرة أسرار اليوم. من صحيفة النهار دولة الرئيس، نفى اللواء رستم غزالي في اتصال بالنهار نفيا قاطعا أن يكون تسلم الملف اللبناني، كان ذكرت النهار قبل بالنهار أنه مستلم ورجع، موضحا أنه منذ انتقاله من لبنان إلى سوريا
لم يتعاطى الشأن اللبناني إطلاقا، هل يمكنكم أن تؤكد على ذلك؟ طبعا ولا بقدر انفي، يعني هذا كلامه بيكون هو المظبوط، لأنه مفروض بيستلم ملف ما بيبين دوره بالملف، ما له دور بالملف في لبنان. فيك تقول أنه قدرة التأثير السورية على لبنان تلاشت؟ شو يعني تلاشت؟ قدرة التأثير على مجريات وخيارات سياسية مثل ما حضرتك عم تقول قبل شوي أنه الوصاية هي اللي منعت رئيس لحود. لا ما قلتش الوصاية كمان، ها شفت الوصاية لا 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 مع القيادات السياسية. أبدا 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 قلت القيادات السياسية اللبنانية. بس أنت قلت كان في زمن وصاية. إيه لك يعني ما في تراتبية الكلام. نعم. التراتبية إلى مغزى ومعنى، أنت رجل علم، وأتقول القوى السياسية اللبنانية التي خططت لإجهاض ما تم الاتفاق عليه بالطائف بنية تحويل المسيحيين برؤيتها بنظرتها إلى تفليسة يريدون أن يوزعوا ذممها على الباقين، اتفقوا ثلاثتهم كان الختم السوري. مين ثلاثتهم؟ القيادات السياسية الإسلامية اللي كانت موجودة بالبلد. مين بالتحديد يعني؟ مين من حمل المسؤولية؟ شيعة وسنة ودروسة. مين الأشخاص؟ معروفين الأشخاص. حلوة منك. معروفين يعني الرئيس بري منه. معروفين رئيس بري منه تحمله زب. قانون الانتخابات أنا عملته، أنا كنت أحد الناس بمجلس الوزراء، صوت رئيس بري كان رئيس مجلس كمان. مش هيك؟ كثير منيح. شكرا دكتور رئيس. لا مش هيدي، هذا مش استنتاج. هي مش استنتاج انك تحصر تقول الرئيس بري لا انه احد حلفائك. لا بلومك على مش حلفائك. طبعا طبعا علنا نحن، بس ان ننتقد المرحلة. رئيس حرير ما كان صديقك؟ طبعا يمكن يكون رئيس بري. والاستاذ وليد جبلات مش صديقك؟ هذا هو الواقع الحقيقي لقوانين الانتخاب التي صدرت. نعم بس صديقك رئيس حريري كان؟ طبعا علنا. والاستاذ وليد جبلات؟ وعراسي وعيني له كل احترام. يعني ثلاثتهم هن اللي خربونا. المقاطعة خربتك أكثر. جيد جدا. قرارك بالمقاطعة. نعم. وخروجك من الدولة ايه بالرغم من وجهة نظري المضادة كانت إلها بالكركي هي التي خربتك وأسست لخروج المسيحية من الدولة اللبنانية. دكتور الرئيس شكرا على الخاتمة بمقدار شكرنا للحلقة ولحضورك المشرف والكريم. مشاهدينا شكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على تويتر فيسبوك MTV.com/LB. إلى اللقاء.